ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبنى. ملفنا لهذا اليوم عفرين، سيف الفرات أم رفع التوترات؟ يملك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي البيادي، وهو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني البككي، الذي يخوض حربا انفصالية ضد تركيا منذ عام 1984، قوة عسكرية هائلة شبيهة بجيش النظامي، ويسيطر على مناطق جغرافية واسعة، ويعتبر شريكا للولايات المتحدة والتحالف الدولي في حربها على مكافحة الإرهاب. وقريبا جدا قد تفقد أنقرة قدرتها على وضع فيتو على مشاركته في العملية السياسية للحل في سوريا، بما يعني أن مشروع الفيدرالية أو الدويلة الكردية ما زال قابلا للتفعيل والتحقق ولو على المدى المتوسط أو حتى البعيد، وهو ما ترى فيه أنقرة مرة أخرى خطرا حقيقيا على أمنها القومي ومصالحها الحيوية في الداخل والخارج. سنستمع للأخوة الضيوف للإجابة على الاستفسارات الاستراتيجية التالية: مشروع الفيدرالية أو الدويلة الكردية هل ما زال قابلا للتفعيل؟ الاستخبارات التركية الخارجية وحتى الداخلية تؤكد أن عفرين هي الأنشط في تصدير الكادر البشري لحزب العمال الكردستاني البككي بشقيه التركي والسوري. يأس أنقرة من المشاركة في عملية تحرير الرقة ومن التزام واشنطن في موضوع منبج. روسيا كانت الضامن والداعم للمنظمات الكردية في عفرين، لم تعد تنظر بنفس الأهمية إلى تلك الميليشيات. هل فعلا تم رحيل بعض القوات الروسية عن عفرين؟ ولماذا رحلت؟ عفرين المنفذ الحيوي لأي كيان سياسي كردي مفترض نحو البحر الأبيض المتوسط وبالتالي العلاقة مع الخارج. سنناقش هذا الموضوع بمحورين: المحور الأول، أنقرة تنظر لمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي من منظورين، وبالتالي تقسم العملية إلى مرحلتين لا ثالث لهما. المرحلة الأولى الأكثر أهمية هي المناطق التي سيطر عليها الأخير خلال عملية درع الفرات بدعم روسي، وتحديدا تل رفعت ومارع، وبالتالي تدرك أهمية مطار منق العسكري. المرحلة الثانية وهي مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي في قلب عفرين، والتي لا تبدو أولوية في نظر أنقرة، وبالتالي يمكن تأجيلها أو حتى الاستغناء عنها تماما. المحور الثاني، فكرة الممر الكردي لا زالت في بال الأمريكان البنتاغون بالذات، إضافة إلى تنصل واشنطن من تعهداتها بمغادرة قوات سوريا الديمقراطية قصد التي تشكل وحدات الحماية الكردية غالبيتها مدينة منبج، بعد إخراج تنظيم الدولة منها وفضلت خوض معركة الرقة مع الفصائل الكردية الانفصالية ضاربة عرض الحائط بتحفظات أنقرة وخططها البديلة المقترحة للمعركة، الأمر الذي أدى إلى استلام تلك الفصائل أسلحة ثقيلة جدا ومخلة بالتوازن ومنها، وسيؤدي بطبيعة الحال لزيادة شرعيتها السياسية في المشهد السوري وربما الإقليمي. الآن ولاحقا نناقش هذا الموضوع من كافة جوانبه العسكرية والاستراتيجية مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من المفكر العربي الأستاذ الدكتور زهير سالم، وسيادة العميد ركن طيار مقاتل عبد الهادي الساري معي في الاستوديو، وسيادة العقيد ركن دكتور عبد الله الأسعد. سنستمع إلى كل ذلك، ولكن دعونا نستمع أولا إلى هذا التقرير. في 30 من آذار الماضي أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بن علي الدرم انتهاء عملية درع الفرات محتفظا لبلاده بحق مكافحة المنظمات الإرهابية أينما وجدت مستقبلا في عمليات ستحمل سلسلة من أسماء مختلفة وآخرها سيف الفرات. تحولت درع الفرات إلى سيف الفرات، العملية العسكرية المتوقعة للجيشين التركي والحر في عفرين بقوة قوامها حوالي 20,000 عنصر من الجيش الحر لعملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي. الجيش التركي سينفذ العملية العسكرية في مدينة تل رفعت بدءا من عفرين، وستستغرق العملية 70 يوما. محور العمليات قاعدة منغ الجوية العسكرية، وستنتقل القوة من منطقة عفرين إلى مناطق خفض التوتر الأخرى حيث سيضمن عسكريون روس وأتراك الأمن فيها.
الحشود العسكرية التركية تسير على قدم وساق على الحدود التركية قرب كلس المقابلة لعفرين في سوريا. وتمهيدا لذلك يندر أن يمر يوم مؤخرا دون أن تعلن القوات المسلحة التركية عن قصف مدفعي ردا على قصف وحدات الحماية الكردية الأراضي التركية من عفرين على مناطق سيطرة الجيش السوري الحر المدعوم تركيا. لهذا السبب المباشر يتوفر لتركيا سبب آخر للقيام بعملية عسكرية لإنهاء التهديد الذي تتعرض له قواتها وفصائل الثوار في سوريا. لكن ثمة أسباب غير مباشرة أو حقيقية أهم في المعادلة. فقد أطلقت أنقرة عملية درع الفرات في آب 2016 لأسباب تتعلق بأمنها القومي، أولا وفي مقدمتها مواجهة مشروع الدويلة الكردية على حدودها الجنوبية وهي الأولوية الأولى لها في سوريا، أما ثانيا فإبعاد خطر تنظيم الدولة عن حدودها ومدنها الحدودية ومنع التواصل الجغرافي بين الكانتونات الكردية في الشمال السوري وتأمين الحدود مع سوريا والسيطرة أيضا على مساحة جغرافية واسعة بالتعاون مع الجيش السوري الحر، أما سادسا وأخيرا فعودة جزء من اللاجئين إلى الأراضي المحررة. لكن فكرة الممر الكردي لم تنتهي تماما من مخيلة البنتاغون، والمشكلة الأكبر تنص واشنطن من تعهداتها بمغادرة قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات الحماية غالبيتها مدية منبج بعد إخراج تنظيم الدولة منها، وفضلت خوض معركة الرقة مع بعض الفصائل الكردية الانفصالية ضاربة بعرض الحائط تحفظات أنقرة وخططها البديلة المقترحة للمعركة، الأمر الذي أدى إلى استلام تلك الفصائل أسلحة ثقيلة وسيؤدي بطبيعة الحال لزيادة شرعيتها السياسية في المشهد السوري وربما الإقليمي الآن ولاحقا. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من المفكر العربي الأستاذ دكتور زهير سالم وسيادة عميد ركن طيار مقاتل عبد الهادي الساري معي في الاستوديو وسيادة العقيد ركن دكتور عبد الله الأسعد. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من دكتور زهير. دكتور زهير أهلا وسهلا بك في عودة جديدة إلى الرادار سيدي. فكرة الممر الكردي لا زالت في بال الأمريكان إضافة إلى تنصل واشنطن من تعهداتها بمغادرة قوات سوريا الديمقراطية قصد التي تشكل وحدات الحماية الكردية غالبيتها. أي نعم الصوت ضعيف. حياكم الله. أنا آسف الصوت عندي ضعيف جدا، لا يصل الصوت عندي ضعيف، يصل صوت ضعيف جدا، ولكن نحن نسمعك. سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. جيد، ولكن الاتصال عندي جيد في أذني ولا أكاد أسمع، والهاتف عندي على أعلى ما يمكن يعني. سنعيد الاتصال بك مرة أخرى دكتور، ابقى معنا ثواني سنعود لك، ولكن حتى ذلك الاتصال سننتقل إلى الدكتور عبدالله الأسعد. دكتور، تحول درع الفرات إلى سيف الفرات، العملية العسكرية المتوقعة للجيشين التركي والحر في عفرين بقوة قوامها 20,000 جندي من الجيش الحر لعملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي. الجيش التركي سينفذ العملية العسكرية في مدينة تل رفعت بدءا من مدينة عفرين وستستغرق العملية 70 يوما. لماذا 70 يوما وكيف ترى هذه العملية؟ تحياتي لك وللأخوة المستمعين ولضيوفك الكرام. بالتأكيد يعني بعد عملية درع الفرات لم ينقطع تفكير تركيا بإقامة سيف الفرات الذي سيتجه من اتجاه الجنوب التركي باتجاه الشمال السوري، عفوا من الشمال من الجنوب التركي باتجاه الشمال السوري عبر منطقة تتجه بثلاثة محاور أو تتحرك على ثلاث محاور. بالتأكيد ستكون المرحلة الأولى ليست صدمة فجائية لمنطقة عفرين الموجود فيها حزب الاتحاد العمال الكردي، وإنما ستتجه كون منطقة عفرين يعني محاطة أو محاصرة جغرافيا وليست عسكريا من ثلاث اتجاهات، والاتجاه الجنوبي هو المفتوح. فلذلك يعني المتوقع أن تقوم تلك القوات بالدخول إلى المناطق التي تؤدي إلى تل رفعت ومنخ وعين دقنة وشيخ عيسى، هذه المنطقة التي كان قد استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي أبان الحملة التي قامت بها القوات الروسية وسياسة الأرض المحروقة ضد الجيش الحر. فلذلك استغلت الفرصة هذه القوات وتقدمت على حساب الجيش الحر، حيث كان الجيش الحر يتعرض لضربات جوية كثيفة.
الآن بعد أن تحول الدرع الفرات إلى سيف الفرات، بالتأكيد هذه المرحلة ستكون يعني أقسى من المرحلة التي سبقتها، فلذلك ستكون هذه المرحلة مرحلة يعني حاسمة بالنسبة للجيش التركي، لأن هو يعتبرها باتجاه الغرب، غرب عفرين. طبعا عفرين تقع في الجنوب، الجزء الجنوبي من حلب، فلذلك ستكون باتجاه مدينة إدلب، باتجاه كفر دريان وسرمدة، تلك المناطق المواجهة مباشرة للحدود التركية السورية. والغاية منها طبعا هناك شيء من مقاتلة بعض الوحدات التي تشكل خطرا على الأمن التركي، والقوات الموجودة في عفرين التي تهدد الأمن التركي. وهذه القوات كما ورد في تقريركم من عام 1984 هي تقاتل ضد الجيش التركي، والآن نرى قواعد الاشتباك طبعا في تلك المنطقة تأزمت كثيرا وأعيدت مرة أخرى إلى الواجهة بعد انتهاء العملية السابقة. فنستطيع أن نقول هذه هي المرحلة الثانية. نعم. التي سينفذها الأتراك، وهم مصممون على ذلك بهدف الوصول يعني إلى المنطقة بالكامل وقطع الآمال بوصل جنوب حلب، عفرين مثلا، أو بالتأكيد عفرين وعين عرب كوباني باتجاه الشرق باتجاه الحسكة. نعم. موضوع الموضوع السياسة الروسية الموجود حاليا، طبعا روسيا سحبت المستشارين من تلك المنطقة، من منطقة لماذا سحبت المستشارين؟ يعني بالتأكيد روسيا ليست يعني هي متمسكة بهذه الأحزاب الإرهابية. إذا أردنا نتكلم من يعني من منطلق القانون الدولي، يعني إذا جئنا مثلا بحزب إرهابي مثلا وأردنا منه مثلا أن يقاتل الإرهاب، يعني بالأساس هو أحد أدرع البيكيكا، هو بالأساس كان ينفذ أعمال إرهابية في السابق، وكان طبعا زعيمه المعروف يتدرب في دمشق، ويدرب له سابقا حافظ الأسد عناصره في دمشق من أجل تحديد أمن دولة طبعا مجاورة، وهذا كان معروف عن نظام حافظ الأسد، يعني كان يهدد أمن جيرانه من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق، ومع الحفاظ على جاره الغربي طبعا، طبعا هذا معروف يعني لدى الجميع. فلذلك روسيا هذا الحزب لا تنظر إليه يعني كنظرة أنه شريك استراتيجي، تنظر إليه عبارة عن يعني عن أداة قد تستخدمها فترة ومن ثم ترمي بها خارجا، فهو ليس يعني حزب محوري تعتمد عليه، ولن تعتمد عليه في المستقبل. إلا أن هنا يجب أن نذكر أن أمريكا طبعا ترى في أن هذا الحزب قد يكون في المستقبل هو عبارة عن شريط قد يصل من اتجاه عفرين إلى البحر المتوسط. في السابق عطت هي وعدا لتركيا بأن قوات قسد ستغادر من غرب نهر الفرات في مدينة منبج، طبعا ولم يتحقق هذا. وهنا بالتحديد يجب أن نذكر ناحية في الحرب الدائرة على الأرض السورية، كل ما هو مؤجل ملغي. الآن من يسبق إلى يعني قطف ثمار هذه الحرب وحصاد نتائجها بالتأكيد هو الذي سيحظى بالجائزة الجيوسياسية في سوريا، والاقتصادية والعسكرية أيضا، من حيث إقامة القواعد الجوية والبحرية والعسكرية البرية وتحقيق مكاسب اقتصادية في المستقبل. فلذلك يعني من المتوقع أن هذه المواضيع، موضوع حزب الحماية الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، يعني متخوف من الحشود الموجودة على الحدود مقابل عفرين ومقابل إدلب. وعلى ما يبدو أن الأمريكان يعني الآن بدأت تقريبا بعض المواقف منهم تتردد على ألسنة، مثلا صالح مسلم الزعيم الكردي عندما ناشد الروس، وعندما هدد وهددت القوات الكردية الموجودة في الرقة بعدم مواصلة القتال ضد داعش لصالح يعني أو بقيادة القوات الأمريكية. فهذا الموضوع
عندما نسمع به تهديد من زعيم كردي، إذن هناك يعني بعض التردد والترهل في الموقف الأمريكي تجاه ذلك الحزب. وطبعا الهدف التاريخي والأساسي للأتراك هو يعني القضاء على هذه الأحزاب التي يعني يعتبرونها مهددة للأمن القومي التركي من جهة الجنوب. وعشرين ألف مقاتل موجودين الآن على الأراضي السورية في الريف الغربي الحلبي وفي إدلب بالكامل. طبعا هذه فرصة يعني فرصة مواتية جدا للجيش التركي بتنفيذ العملية. وطبعا العملية كلنا يعرف يعني محضر لها، ولا يخفى عن أحد يعني التحشدات الموجودة. دكتور عبد الله، وصلت دكتور عبد الله وصلت الفكرة وسنتابعها، ولكن لنأخذ دكتور زهير يعني لأنه أطلنا معه على الهاتف. دكتور زهير هل تسمعني الآن؟ حياكم الله. نعم تحية لكم للضيوف. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على برنامج الرادار. دكتور زهير، فكرة الممر الكردي لا زالت في بال الأمريكان، إضافة إلى تنصل واشنطن من تعهداتها بمغادرة قوات سوريا الديمقراطية قصد التي تشكل وحدات الحماية الكردية غالبيتها مدينة منبج بعد إخراج تنظيم الدولة منها، وفضلت خوض معركة الرقة مع الفصائل الكردية الانفصالية ضاربة عرض الحائط بتحفظات أنقرة وخططها البديل المقترحة للمعركة، الأمر الذي أدى إلى استلام تلك الفصائل أسلحة ثقيلة مخلة بالتوازن ومنها، وسيؤدي بطبيعة الحال لزيادة شرعنتها أو شرعيتها السياسية في المشهد السوري وربما الإقليمي الآن ولاحقا. كيف ترى ذلك دكتور؟ حياكم الله، بارك الله فيكم. يعني في الحقيقة نستطيع أن نقول بأن اللعبة الآن في الشمال كما في الجنوب هي لعبة دولية أكثر منها حتى إقليمية، وإذا أثبتنا دور الإقليم فيما يجري معنى ذلك أن الدور التركي أصبح ساقطا. الشمال الآن يوضبه الأمريكيون، الجنوب الشرطة العسكرية الروسية هي التي ستدعم الموقف بين بشار الأسد وبين الكيان الصهيوني. ليست المعركة كردية تركية كما يتصور أو يصور البعض. الأتراك نتيجة سياساتهم وقراراتهم وتقديراتهم لمصالحهم خلال 7 سنوات خرجوا من اللعبة السورية، أخرجهم الأمريكان أو أخرجتهم مواقفهم وتردداتهم، أخرجهم أيضا الإقليم العربي الذي أيضا يعني تردد كثيرا وتأخر كثيرا وكان عاملا من عوامل تقسيم الثورة السورية، بل أصبح الآن يتشظه وبحد ذاته كما نرى اليوم بعض العرب يؤثر أن يلعب مع الأمريكان، وهو يدرك يعني قد يكون ما يسمى وحدات الشعب الكردية هذه لها ثقل أكثر من بعض الدول العربية التي تسمى دول عربية كبيرة ونفطية وإلى آخره. مع الأسف أستطيع أن أقول بكل حزن أن الأتراك لم يعد لهم حظ في الشمال السوري. كما سقطت درع الفرات سيسقط سيف الفرات، وعلى الأتراك المشروع الأمريكي ربما يتعدى تقسيم أمريكي الروسي، ربما يتعدى تقسيم سوريا إلى تقسيم تركيا، وتركيا ليست بعيدة عن هذه المخططات، ولا سيما بعد أن فشل الانقلاب الذي هو انقلاب دولي بامتياز على الحكومة التركية التي نتحدث عنها. يعني الحكومة التركية، هذا عندما نقول بأن هناك سياسات خاطئة هذا ليس اتهاما، وإنما كل الساسة يصفون الحكومة التركية بترددها على مدى 7 سنوات كانت آخر من وصل إلى سوريا، مع أنها كان يجب أن تكون أول من يصل، وضعت نفسها الآن في هذا السياق. المستقبل على الأرض السورية الآن غامض، اللعبة دولية، حتى هذه الفصائل التي تذهب وتروح إلى أستانة تحت إشراف الأتراك يعني أصبحت إذا أردنا أن نتكلم سنتكلم بألم مسار للسخرية عند الشعب السوري. هناك مؤامرة كبرى يتم تنفيذها ليس فقط على سوريا، وأنا أؤكد ليس فقط على سوريا وإنما على جميع البلدان العربية، معركة ذات طبيعة وجودية على هذا الإنسان. ويبدو أن بعض الدول العربية قد آثرت أن تكون في صف المنتصر ولو على نفسها، فبالتالي هذا الذي نشهده الآن، هذه المعارك الدونكوشيتية التي نراها في الخليج العربي
والتي لا معنى لها هي جزء من هذه المحاولة، أن الإنسان يريد أن ينتصر مع عدوه على نفسه، وبالتالي يعني ننتظر إذا لم تكن هناك صحوات أو مبادرات أو انتفاضات حقيقية جادة تخرج الثورة السورية وتخرج أيضا المنطقة العربية من هذا الديه، فستكون النتيجة مؤلمة وصادمة للجميع. وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور زهير، وننتقل إلى سيادة العميد الركن الطيار عبد الهادي الساري معي في الاستوديو. أهلا وسهلا بك زميلي. أهلا وسهلا. أطلقت أنقرة عملية درع الفرات في آب 2016 لأسباب تتعلق بأمنها القومي، نوردها على النحو التالي: في مقدمتها مواجهة مشروع الدويل الكردية أو الكنتون الكردي على حدودها الجنوبية، وهي الأولوية الأولى لها في سوريا، إبعاد خطر تنظيم الدولة عن حدودها ومدنها الحدودية، منع التواصل الجغرافي بين الكنتونات الكردية في الشمال السوري، تأمين الحدود مع سوريا، السيطرة على مساحة جغرافية واسعة بالتعاون مع الجيش السوري الحر، نتكلم عن 5000 كيلومتر مربع، عودة جزء من اللاجئين إلى الأراضي المحررة. هل هذه الأسباب هي التي ستدفع سيف الفرات مرة أخرى إلى الهجوم؟ ومتى ساعة الصفر تقريبا لسيف الفرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي دكتور هشام لك ولضيوفك ولمستمعيك. في الواقع يعني استمعت إلى الدكتور زهير جيدا، وهو محق في الكثير مما قاله بأن هناك مؤامرة، ونؤكد كما هو يؤكد أن هناك مؤامرة طالت المنطقة وتطال أيضا يعني جميع الدول العربية حتى بما فيها الدول الإقليمية وخاصة تركيا. هذه مؤامرة وتنفذ الآن بحذافيرها وتطبق يعني، والسيناريوهات التي تم تنفيذها والقادم تنفيذها أيضا هي كلها تشملها هذه المؤامرة. أما بالنسبة لدرع الفرات الذي انطلق في آب أو انطلق من خلال 7 أشهر ونفذ وحقق أهداف حقيقية، ربما لم يحقق الأهداف كاملة لكنه حقق جزء من هذه الأهداف، وصلت من الراعي إلى الباب، وكان يمكن أن يحقق الكثير باتجاه منبج لولا أن خذلان الأمريكان للأتراك كان واضحا. ما هي الأشياء التي لم يحققها أو إذا كانت يعني تخطر في بالك الآن؟ نعم، الأشياء كان من الممكن أن تكون تركيا وهي حليفة لأمريكا يعني كانت، والآن يعني حسب الظاهر أنها يمكن أن تكون حليفة، لكن خذلان الأمريكان لها منعها من تحقيق تحرير الرقة، وهي يجب أن تكون شريكة في تحرير الرقة بدلا من أن تكون هناك ميليشيات معادية للأتراك عادية حتى للشعب السوري أن تكون شريكة مع أمريكا في تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش يعني، وتنظيم داعش يعني لا أريد أن أتكلم عنه كثيرا لأنه تنظيم وجد لكي يكون ذراعا أو جسرا لدخول الأمريكان في الأراضي السورية، حتى لدخول بعض الدول التي دخلت على حساب داعش، هو كان ممرا ومسوغا لمرور هذه الدول أو لقدوم هذه الدول إلى الأراضي السورية. علي حال كان يمكن أن تكون تركيا شريكة مع الأمريكان في تحرير الرقة وتحرير باقي الأراضي السورية من تنظيم داعش الإرهابي، لكنها اعتمدت على ميليشيا ربما تكون يعني اعتمدت عليها في الشمال السوري الشمال الشرق السوري مثل قوات قسد، والتي طبعا حماية الشعب يعني الكردي. سيادة العميد، عندما نقول قوات قسد 54,000 الجيش السوري الموثوق فيه النظامي 55,000، هذه قوة تتمتع بتراتبية عالية وقيادة وسيطرة، يعني هل يعني لمتى نقول للميليشيا هذه قوة تحتاج إلى حرب طويلة حتى التخلص منها؟ يا سيد الكريم، هذه القوات هي مدرب على اليد الأمريكان، وهي من جماعة أمريكا، جماعة هذه الفصائل وجماعة وتطوع الكثير من أبناء الشعب الكردي أو حتى الشعب العربي المتواجد هناك والقليل منه طبعا، تطوع عظيم من هذه القوة وحصل وتم تجميع هذه القوة وتقدر بحوالي 54,000، لكن يعني ولكنها بدأت تتمرد على الأمريكان. نعم نعم نعم، دقيق لو سمحت، يعني مثلا الفصائل الجبهة الجنوبية هناك حوالي 54 فصيل أيضا متواجد في الجبهة الجنوبية، لو أرادت أمريكا أن تجمع هذه القوة على حساب الجيش الحر وتسميها بالجيش الحر السوري لا فعلت، وقدرت على أن تجمع هذه القوة وهذا العدد وأكبر من هذا العدد، يمكن أن نجمع 100,000 مقاتل موجود بالجنوب السوري قادرين على تحرير كل المنطقة وقادرين على الدخول إلى دمشق وتحرير دمشق،
لكن الأمريكان لهم هدف وغاية من تواجدهم في الشمال السوري. هم يسيطرون على منابع النفط في سوريا، هم يريدون أن يجدوا كيان مرتبط بهم، كيان كردي، وقتاله والتحالف بين هذه الميليشيات وبين الأمريكان هي لغاية في يعني غاية أمريكية بحتة، وللتواجد ولقطع جزء من سوريا، وربما لتقسيم سوريا، وربما لوجود كيان كردي متواجد هناك. أما عن سيف الفرات، وما سألته عن سيف الفرات وهل هي لها أهداف مشابهة لأهداف درع الفرات، أهداف يعني واضحة، ووضع الأتراك ما هو الهدف من تواجدهم أو ما هو الهدف من قيامهم بعملية سيف الفرات إن حصلت، بقوام 20,000 مقاتل باتجاه عفرين وعبر محورين باتجاه تل رفعت ومن ثم أو باتجاه قلب عفرين. طبعا المنطقة الشمالية الشرق الغربية من مدينة حلب، وللعلم أن ريف حلب الشمالي هو منطقة حيوية للأتراك وأيضا منطقة حيوية للمقاتلين يعني الثوار، وبالتالي يجب أن يتم يعني وضع شيء ما بهذه المنطقة، لأن قوات قصد استطاعت أن تسيطر على مطار منخ، واستطاعت أن تسيطر على تل رفعت وعلى مارع وكل المناطق التي تحيط بعفرين، ومنطقة عفرين هي قريبة جدا من الحدود التركية وقريبة من كلس، وبالتالي الإرهاب حزب البيدي باتجاه الأتراك لن ينقطع. وتقريركم تكلم بأنه خزان بشري يدعم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وبالتالي أيضا يدعم حزب البيدي في تلك المنطقة، وما على الأتراك أن يقوم بتنفيذ هذه المهمة. إما ولها هدفه الأول، أول شيء القضاء نهائيا على ما يفكر به حزب الاتحاد الديمقراطي بأن سيكون هناك ممرا باتجاه اللاذقية أو باتجاه الساحل السوري. اثنين، يجب أن يكون هناك إبعاد لهذه الميليشيات ومنعهم من التفكير بقيام دويلة كردية محاذية للجنوب التركي. ثلاثة، يعني عفرين منطقة خطرة جدا ومحاذية للحدود، وبالتالي هي منطقة خطرة ويتواجد فيها إرهاب من نوع آخر، يختلف عن إرهاب داعش ويختلف عن إرهاب تنظيم الدولة والقاعدة، لكنه مناهض لتركيا ويريد إخضاع تركيا حتى ولو تحالفوا مع الشيطان، يريد أن يضر بالأمن القومي التركي، وعلى الأتراك أن ينفذوا مثل هذه العملية. ثالثا، هناك توافقات دولية، أو رابعا هناك توافقات دولية بين الأتراك وبين الروس. أنا لا أوافق الدكتور زهير على أنه تركيا خرجت من هذه اللعبة. تركيا ربما بالسياسة هناك مد وجزر بموضوع العلاقات الدولية، يعني مثلا نشاهد أحيانا أن تركيا غير راضي عن الأداء الروسي، وبعد فترة نستطيع أن نكون هناك توافقا بالكامل وبوجهات النظر بين الأتراك والروس، وكما حصل في السابق من بعد إسقاط الطائرة. لكن الآن روسيا باعت للأتراك منظومة SS-400، هذا دليل على أن هناك توافقا بين روسيا وتركيا، لكن اللعبة هو أن أمريكا لا تريد أن يكون لتركيا دورا في تلك المنطقة. الآن هناك توافق روسي حقيقي، وهناك اتفاق حسب الأستانة يعني أن في الشمال السوري يجب أن يتواجد الروس والأتراك من خلال دخول إلى أدلب، والطريق إلى أدلب هو عفرين. نعم، وصلت الفكرة. ابقى معي سيادة العميد. دكتور عبد الله، يملك حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي وهو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني البككي الذي يخوض حربا انفصالية ضد تركيا من عام 1984 قوة عسكرية كبيرة جدا، مما يعني أن مشروع الفيدرالية أو الدويلة الكردية ما زال قابلا للتفعيل. هل فعلا لا زال قابلا للتفعيل هذا الشريط؟ يعني بالتأكيد، هو لو يعني فرضنا أن عمر الثورة السورية 24 ساعة، فنحن في الربع الأخير من هذه الحرب الموجودة على الأرض السورية. بالنسبة ما تم تفعيله من الأحزاب الكردية، هو يعني حدث بعيد الثورة السورية. ما كان فعالا ونشيطا وله أعمال على الأرض السورية هو حزب البككة الذي تحدثنا عنه، الذي كان ينفذ أعمال إرهابية في الشمال السوري ضد الدولة التركية. الآن هذه القوة الكردية الموجودة في الشمال السوري حتى نصل إلى الحسكة، هذه الأحزاب فيما بينها هناك خلافات عميقة، وأحيانا تؤدي إلى الاشتباك في يعني أعلى صوره. فلذلك نجد أن هذا الاختلاف من يؤججه ومن يدعمه ومن يحرضه
هو القوات التي تدعمه، القوات الأمريكية التي تدعم قوات قسد في منطقة الرقة الآن هي من تثير الخلافات فيما بين بعضهم البعض. لذلك نجد هنا خلاف روسي أمريكي، ليس خلاف يعني بالمعنى الحقيقي. نجد أن يعني روسيا هي صاحبة الحل والربط في سوريا حسب تصريحات الأمريكان. روسيا ليست مهتمة كثيرا بهذا الحزب قوات البيدة وقسد وغيرها. لذلك نجد أن تراجعا حتى في يعني في قوة حزب البيدة تراجعا قويا جدا، وهو الموجود في عبارة عن جيب كما قلت قبل قليل، بأنه هذا الجيب جغرافيا محاصر عفرين من ثلاثة مناطق من ثلاثة جهات، والجهة الجنوبية فقط هي المفتوحة. فلذلك يعني هذا الموضوع إذا أرد أن تفعله أمريكا يعني لن يكون سهلا بهذه يعني الطريقة، أن يكون مثلا امتدادا كبيرا من الشرق باتجاه الغرب لكي يغطي كل الشمال السوري. هناك معوقات كبيرة جدا، حتى لو تأخرت حاليا عملية سيف الفرات هي لابد أنها قادمة، لأن ممكن أن تتأخر هذه العملية، هي ممكن أن تتأخر وفقا للتفاهمات، لأنه يعني كما ذكرنا أن حاليا المعركة الميدانية الموجودة في سوريا حاليا هي تخدم يعني توضيح الموقف بشكل كامل وتحديد المسؤوليات والحمايات والمناطق لكل الأطراف الموجودة على الأرض السورية. فلذلك تأخرها طبعا يعني قد يكون نتيجة مثلا عدم تفاهمات أو وصول إلى حل بين مثلا الأتراك والأمريكان. إنما في الواقع نجد يعني من خلال الروس والأتراك نجد أن هناك توافق بعض الشيء، وقد يكون هناك تم يعني صفقة من خلال ذلك. طبعا دخول سيف الفرات من العرب والترك في تلك المنطقة طبعا هو يعني قد يكون حماية لمنطقة إدلب التي ربما قد ينتظرها مصيرا. نحن نتحدث هنا بما يخص المنطقة الشمال، لا نريد أن نتشعب يعني بكل المنطقة وسطا وجنوبا وشرقا. المعارك قد تكون مشتعلة بالبادية وفي الدير والميادين وغيرها، إلا أن هذه المنطقة إذا تمت يعني استهلاكها وتم تحديد الهدف من هذه المعركة من قبل الجيش الحر ومن قبل الجيش التركي لابد أن تكون ناجحة، لأن منطقة عفرين طبعا هم يعني هي النواة الاستراتيجية لتشكيل الكيان الكردي في الشمال. فلذلك يعني قد تأخر بعض الشيء لظروف تتعلق بشيء حصل أثناء ستانة أربعة، وموقف الجريء الذي اتخذته الجبهة الجنوبية بغض النظر عن أي معطيات أخرى. هذا يعني وعلى لسان الموجودين في المؤتمر، يعني الفلول التي ذهبت إلى المؤتمر كما تحدث ضيوفك الكرام الذين ذهبوا وكأنهم على رؤوسهم الطير. طبعا دكتور عبد الله يعني السؤال الذي يطرح نفسه طبعا سأعود لك به، وهو لماذا تعجلت قوات قسد بالتمرد على الأمريكان إذا كان سلاحها نوعيا، حتى أن أسلحة التاو الجيش الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يستخدمها، وهي تلك التي صممت للمفخخات التي تسير بسرعة بطيئة مع تنظيم الدولة. سنعود لك بسؤال آخر وبهذا الشق، ولكن لنعود مرة أخرى إلى الدكتور زهير. دكتور زهير، عفرين المنفذ الحيوي لأي كيان سياسي كردي مفترض نحو البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي العلاقة مع الخارج إذن سيكون هنالك استماتة وعليه أطماع من قبل المكون الكردي ومن قبل أيضا الأتراك ومن قبل الأمريكان، كيف ترى ذلك؟ بالطبع أنا أحب أن أضيف بعض الأشياء، بأن التحليل السياسي أحيانا يكون ذا طبيعة استشرافية كما يقولون. نعم. يعني نحن عندما نقول ماذا حققنا من درع الفرات، سؤال مشروع، لكن المشروع أكثر ماذا دفعنا ثمنا لدرع الفرات. حلب كلها ذهبت ثمنا لدرع الفرات. درع الفرات كان ثمنه أن الثورة السورية انتقلت من مفصل إلى مفصل ومن حال إلى حال،
ووضح أنه الأمر انتهى بانتهاء حلب. أعلن عن درع الفرات في آخر شهر 8، في آخر شهر 12 سلمت حلب، أنا أقول حلب سلمت لم تسقط، ووضع أهلها بين فكي كماشة مثلثة الرؤوس إذا صحت العبارة، واضطر المقاتلون والمدنيون إلى التسليم. هذه يعني قضايا لا يجوز أن تنسى، هذه معركة طويلة، دائما عندما نستذكر يجب أن نستذكر الوقائع كيف قادتنا الألف إلى الباء والباء إلى الجيم والجيم الآن، ونحن الآن في طريقنا إلى الياء. نحن كنا عندما نتحدث أو عندما يتحدث بعض الأكراد عن دولتهم نقول يعني كيف ستكون دولة محاصرة وبلا بحر، ويعني دولة داخلية كما هو الآن وضع كردستان العراق. الآن الحقيقة التي تتضح لنا أنهم إذا تركوا يعني فتات من الأرض للشعب السوري سيكون هذا الفتات من الأرض في إدلب وحول حلب وفي ريف حلب سيكون هو المحاصر، وهو الذي لا يملك نافذة على البحر. الأمريكان إذا أرادوا عفرين سيأخذون عفرين، وإذا أرادوا أن يمدوا جسر إلى البحر للدولة الكردية سيمدون هذا الجسر إلى البحر، وبالتالي والعلويون أيضا سيجدون هذه النافذة أو سيتمسكون بالنافذة التي يعتبرونها نافذتهم الأصلية على البحر. لنبكي على أنفسنا، لن نبكي على الأكراد الآن إذا لم أنا لا أتحدث عن شعب كردي، أنا أتحدث عن هؤلاء. هؤلاء هم الصهاينة الجدد، والعلويون هم صهاينة مقدسون في المنطقة. دعونا نتحدث بكل صراحة، الشعب الذي لا ناصر له هو الشعب السوري، الذي الآن ربما يعطى فتات. ويتساءل الناس لماذا يحشرون الناس في إدلب، بما يحشرون الناس في إدلب ليبغي بعضهم على بعض، ليقتل بعضهم بعضا. الثورة بعد أن تخلى عنها الجميع، وأنا أقول تخلى عنها الجميع وليس من باب يعني اليأس، بالعكس أنا أقول ربما يكون هذا التخلي أن يتخلى هؤلاء الذين كانوا الشركاء المتشاكسين، يعني 7 سنوات والمنطقة كلها على كف عفريت، لم يستطع التركي أن يتفاهم مع السعودي، ولا أريد أن أقول من هو المخطئ، ولا السعودي أن يتفاهم مع القطري، ولا أريد أن أقول من هو المحق ومن هو المبطل، ولا الإماراتي كذلك الذي عنده 3 جزر محتلة، طنب الصغرى والكبرى وأم الكوين، وهو الآن يريد أن يحرر في جنوب باب المندب في اليمن. يعني هذه الحال التي تعيشها الأمة هي التي تجعلنا نقول إذا أردنا أن نصحو من هذه السكرة، من سكرة أن يدعمنا قطري أو أن يدعمنا تركي أو أن يدعمنا سعودي، يجب أن نعود إلى أنا سمعت مرة أحد المناضلين الفلسطينيين من حماس التي يصنفها العرب اليوم إرهابية، يقول كانت البارودة الواحدة تنتقل من الضفة إلى غزة لكي تطلق طلقة واحدة. إذن الآن الثورة السورية، الشعب السوري يسير في طريق الاختناق. نعم الأكراد إذا قررت، أنا أقول إذا قررت لأن المعركة ليست تركية كردية، وأنا أرفض أن يقال هناك معركة. المعركة التركية الكردية في حجمها في حجم التوازن الاستراتيجي كالمعركة الأمريكية التركية. الأكراد لن يستطيعوا أن يصمدوا أمام في وجه الجيش التركي الذي هو ثاني قوة في الناتو، لن يصمدوا أمامه أسبوع، وكذلك تركيا لن تصمد أمام الولايات المتحدة أسبوع. لذلك تركيا لها حساباتها، لا تريد أن تدخل حرب أصلا لا مع الأمريكان ولا مع الروس ولا مع بشار الأسد، يريدون أن يكونوا كإيران. إيران أخذت العراق على طبق من ذهب، ظنوا أنفسهم أنهم يمكن أن يأخذوا شيئا من سوريا على طبق من فضة، ولكن هذا لم يتح لهم لأسباب كثيرة. المعركة القادمة أو الحرب في المنطقة ستكون طويلة، سيدفع الشعب السوري وبقية شعوب المنطقة، سيدفع الشعب التركي والذي لا يريد الحرب. نحن لم نختار الحرب، وهذا يجب أن يعلمه الجميع. الآن أتراك الحرب ليست خيارهم، ولكنها ستفرض عليهم في لحظة من اللحظات، وسيجدون أنفسهم مثلهم مثل الشعب السوري الذي فرضت عليه الحرب. جاءه الإيرانيون وجاءه الروس ثم جاءه الأمريكيون ثم جاءته كل عصابات الدنيا تقاتل على أرضه وتقتله على أرضه.
التقسيم لا يبشر، يعني حتى يعني إذا كنا نرفض التقسيم مبدأ وأساسا وفكرة وطرحا وتصورا، لكنه في صورته المطروحة القسم الضيزة كما يقولون، حيث يعطى صاحب الحق يعني فتات الفتات من هذه المائدة التي يتقاسمها الروسي والأمريكي ويوزعونها على أصدقائهم بحالة من الأثر والاستئثار الكبير. الذي لا يريد أن يرى المستقبل من هذه الزاوية وسينتظر كثيرا أن الأتراك يمكن أن يفعلوا أو أن الإماراتيين يمكن أن يفعلوا أو أن السعوديين يمكن أن يفعلوا أو هذا سيجوع كثيرا وسيتعب كثيرا. بالتالي لازلنا نؤمن بأن هناك خيرة في الشعب السوري، غير خيرة الائتلاف الوطني وغير خيرة جماعة الآستانة وغير خيرة الضباط المحاصرين في مخيمات الأتراك، مع احترامي لهم لأنهم ارتضوا أن يكونوا محاصرين في هذه المخيمات. ستكون هناك خيرة تنطلق، ربما تنطلق الثورة الفلسطينية من 48 للستينات، 63 أو 64 أظن، حتى 68 شبت يعني بقيت 20 سنة، ستكون هناك ثورة حقيقية في سوريا يقودها أناس حقيقيون يعيدون وضع القطار على السكة. الآن أنا أقول قطار الثورة السورية خارج السكة، أقول أيضا قطار المنطقة كله خارج السكة بما فيه القطار التركي والقطار العربي بكل فروعه. وأنا يعني كنت سأكون مسرورا لو وجدنا في هذه الأمة رجل واحد بحجم التحديات، رجل أسود كأن رأسه زبيبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أبكي لا على شخصية فلان ولست معاديا لأحد، أريد فقط أن يكون هناك القائد الذي يشار إليه، وليس هو القوي المسيطر من اللحظة الأولى. القائد يكبر في المعركة، كثير من القواد كبروا في المعركة على السوريين، يبدو أن ينتظروا والمعركة ما تزال مفتوحة، رغم أن القوى التي دخلتها بهذا الحجم يعني كما نرى وكما نسمع تيليرسون يقول يمكن أن يبقى بشار الأسد ولكن ليس إلى أمد طويل. لا ندري ما هو مفهوم الأمد الطويل عند تيليرسون. وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور زهير وننتقل لي إلى سيادة العميد الركن الطيار عبدالهادي الساري. سيادة العميد، الاستخبارات التركية تؤكد أن عفرين هي الأنشط في تصدير الكادر البشري لحزب العمال الكردستاني البككي بشقيه التركي والسوري، هل هذا صحيح؟ دكتور هشام، فقط أريد أن أنوه إلى ما تكلم به الدكتور زهير يعني حول موضوع أن السوريين وحتى المنطقة هي بيد تركيا وروسيا، وهي التي تسعى إلى كل النفوذ وتوزع ما لبعض الأصدقاء حول التقسيم في سوريا. وما هو يقول الثمن يعني نعم. ثمن كان درع الفرات حلب، سيف الفرات ماذا نعم. سيكون ثمنه؟ أقول بأن الفصائل جميعا في سوريا وكل حتى السياسيين في سوريا ارتهنوا للخارج، وبالتالي نحن نشاهد ما نشاهده من يعني الشردمة الموجودة سواء كانت على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. نحن مقادون بالكنترول من أمريكا ومن روسيا ومن أي دولة ممكن أن تدخل إلى الأراضي السورية بسبب الارتهان إلى الخارج. نحن حملنا سلاح الخارج وحملنا مال الخارج كي نقاتل بعض البعض، وبالتالي علينا أن نتحمل ما ستؤول إليه الأمور، سواء كان الإملاءات التي تفرضها روسيا وأمريكا على الجنوب، أو ربما سيأتي إملاءات أخرى ستفرضها على تركيا وعلى الشمال السوري وعلى المنطقة بالكامل. أعتقد نحن مرتهنون وهذا ما سيحصل لنا. أما حول الأهداف أو حول ما تم تحقيقه من خلال درع الفرات، درع الفرات أعتقد هي حققت كما تكلمت أول شيء قطع يعني التواصل الجغرافي بين الكنترولات الكردية، هذا تكلمنا به. أما عن حلب نحن جميعا تكلمنا بأن حلب هي الثور الأبيض وأكلت هذه وكل هذا الثور الأبيض، وبالتالي علينا أن نتحمل أيضا نتائج ما تم الاتفاق في حلب، وهناك اتفاقات دولية وهناك تفاهمات دولية أدت إلى سقوط حلب بهذه الطريقة الشنيعة، والتي يعني شاهدنا كيف أن النظام وإيران والروس استغلوا هذه التفاهمات وتوغلوا في كل المناطق وحققوا مكاسب عسكرية حقيقية في تلك المناطق.
شاهدنا يعني كل هذا وتداعيات تسليم حلب أو تداعيات التفاهمات على حلب. الآن يعني المنطقة أيضا والأتراك هم يعني عندما تفاهموا مع الروس، يعني إذا كانت هناك إشارة باتجاه الأتراك، عندما تفاهموا مع الروس حول موضوع دخول درع الفرات إلى المنطقة شمال حلب والوصول إلى الباب، أعتقد أن كان ثمنا، طبعا هناك ثمن لهذا الدخول، الآن أيضا هناك ثمن للدخول. طبعا الأتراك ينوون السيطرة على كل المناطق وربط ريف حلب بريف إدلب، وهذا يعني إحنا يعني كمحللين عسكريين ومن الناحية العسكرية نراه شيئا يعني يعني جيدا وإيجابيا بالنسبة كمنظور عسكري، أنه ربط الريف الشمالي لحلب بالريف الشمالي لإدلب وبريف وبإدلب، هذا الشيء يعني إيجابي بالنسبة لي من الناحية العسكرية. أما من الناحية السياسية والقراءة السياسية حول هذا الموضوع وما سينتج عن هذا التفاهم إذا دخلت تركيا من خلال سيف الفرات إلى عفرين وإلى منطقة تل رفعت والمنطقة ومارع، أعتقد أن هناك أكيد في شيء يعني ربما يكون هناك تفاهمات عليه، وربما يكون هناك ضريبة على تركيا تدفعها من خلال هذا الدخول. أعتقد أن التفاهمات الدولية هي تحصل في الكواليس ولا يسمعها الشعب ولا نعرفها نحن، حتى المحللين العسكريين أو السياسيين ربما يتكهنوا أو ربما يتنبأوا بموضوعات معينة ربما تكون صح أو خطأ. هذا ما سيحصل وهذا ما ستدفعه تركيا ربما، أو ربما يكون هو فعلا رد تركي على ما تم التوصل إليه في المرحلة الأخيرة من تفاهم روسي أمريكي، وهذا يعني الكذب في السياسة بين الروس والأمريكان بأن هناك نزاعا وهناك خلافا، هذا لم يحصل أبدا بين السياسة التركية والسياسة الأمريكية والسياسة الروسية، بل كانت متناغمة تماما. وكما قلت بأن تيرسون عندما قال بأن الروس هم من يتمسكوا أو هم متمسكين بزمام الأمور في سوريا وهم قادرين على حل الأزمة السورية أو عدم قدرتهم، هذا يعني تناغم، هذا تصريحات وأعطاء أدوار كما نلاحظ نحن وأنتم دكتور زهير. وصلت الفكرة، أبقى معي سيادة العميد دكتور عبد الله. روسيا كانت الضامن والدعم للمنظمات الكردية الانفصالية في عفرين، الآن لم تعد تنظر بنفس الأهمية لهذه الميليشيات لكون العلاقة مع تركيا أصبحت يعني على أرفع المستويات. نعم بالتأكيد، يعني الأحزاب الموجودة في الشمال طبعا ديولوجيتها هي انفصالية عن الجزء السوري وعن سوريا الدولة الأم، لذلك نجد أن هذه الأحزاب أحيانا تعطى أكثر مما تحتاج إليه المعركة، وشاهدنا ما زودت به هذه الأحزاب من سلاح، هو يعني سلاح لا يعطى لميليشيات وإنما يعطى لدولة، لذلك وهذا طبعا الدعم ليس من روسيا وإنما من أمريكا، لذلك يعني روسيا ليست بهذا الحجم الكبير من الحماس لإبقاء هذه الأحزاب مسيطرة في الشمال، فلذلك عندما ارتقى بالفعل عندما ارتقى التواصل والتنسيق بين الروس والأتراك إلى أعلى قمة، طبعا تخلت عن هذه الأحزاب، وتحدثنا في السابق عن الأحزاب المأجورة وعن البندقية المأجورة، فلذلك عندما يتم تحقيق الأهداف وخاصة الأمريكية الآن لها مصلحة في الأحزاب الكردية الموجودة في الرقة والمعركة القادمة، وما سمعناه من المسؤولين الأمريكيين أنه عندما دعوا النظام إذا أردتم أن تقاتلوا داعش لا من لدينا، تعالوا إلى دير الزور، فلذلك هم في أي لحظة مستعدين أن يتخلوا عن هذه الأحزاب كما تخلت الآن روسيا عن هذه الأحزاب، لأن روسيا في السابق أرسلت ضباط عمليات روس إلى منطقة عفرين وقبل أن تسحبهم، وطبعا كانوا عبارة عن يعني موجهين للعمليات وشركاء في اتخاذ قرار تلك الميليشيات في الشمال السوري. لذلك يعني أريد أن أعرج على نقطة لو سمحت لي، أن يعني هذه الثورة التي بقيت حتى الآن موجودة ولا زال الجزء الأكبر منها ومن شاهده من صمود من الجنوب إلى الوسط إلى بعض المناطق، نجد أن دولا يعني قوية ودول عظمى
قاتلت هذه الثورة وقاتلت على أرض الميدان هذه الثورة إن لم تكن بيدها من قبل عملائها ومن قبل الأيادي الموجودة لها والأذرع الموجودة على الأرض. يعني أحيانا عندما تنظر إلى مثلا إلى صمود جبهة تحس أن الثورة اليوم بدأت. يعني نحن أنا بالنسبة لي شخصيا يعني لم أكن يائسا من هؤلاء الرجال رجال الثورة وكنت معهم يوم من الأيام وشاهدت ما هو الحماس. إنما ما حصل هو دول يعني بالأمس ليس بالبعيد وجدنا أن الجبهة الجنوبية هزمت 3 دول دفعة واحدة، روسيا وإيران ونظام الأسد. في مناطق المحاذية لدمشق التي لا تبعدها أمتار عن مركز العاصمة نجدها صامدة منذ اللحظة الأولى وحتى السنة السابعة التي نحن موجودين فيها. أنا لا أريد أن أخطب ولا أريد حماس، لكن نحن يجب أن نحسب القوة والوسائط الموجودة لدى الأطراف هذه الثورة وما أخذت من أسلحة. وقبل قليل تحدثت أن السلاح الموجود مع قوات قسد هو لم يحصل عليه الجيش الأمريكي، يعني هو سلاح دقيق جدا يستطيع على تدمير دبابة T-90 الروسية. أما بالنسبة للثوار الموجودين على الأرض في كل أنحاء سوريا، يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل، هم حصلوا على أشياء يعني من الجيل القديم أو 1970 بالضبط. يعني هذا الموضوع يعني يجب أن ننظر عليه بعين الإنصاف للثوار الموجودين. يعني ما قامت برميه وبدعم قوات الأسد الروس والإيرانيين والميليشيات المتواجدة حول مثلا المنطقة الجنوبية حول درعا 7000 عنصر جاهزين للزج وجربوا في المرة الأولى وانكسروا وبعدها. لذلك نحن يجب أن ننصف إلى الرجال من استشهد منهم ومن جرح ومن هو معاق ومن هو من هو. لذلك أنا أقول أن على الرغم من كل وقوف قوى الشر والظلم ضد هذه الثورة أثبتت للعالم كله أنها على الرغم من أن يعني في بعض الأحيان يخفق الثوار ما تم رميه على سوريا يعادل قنبلة نووية من القنابل التي أسقطت على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، ولكن هنا تمت على دفعات على البراميل وصواريخ وطائرات وصواريخ خارقة وغيرته. فلذلك نحن يعني نحكي بشكل عسكري أو تكتيكي ولا يعني بعيدا عن السياسة، عذرا للدكتور السياسي اللي عم يحكي بالسياسة، فأنا إذا أردت أن أتحدث عسكريا أجد أن هناك نجاح حققه الثوار، لأن في معظم الأحيان يعني ليس من باب اليأس أن العين لا تقاوم المخرز من خلال وجودنا نحن على الأرض ومن خلال الحسابات العسكرية وتوزيع القوى والوساط. يعني عدا عن ذلك أن الجبهات غير متماسكة في سوريا، الجنوب مفصول عن الشمال من خلال دمشق وابن الوسط مفصول عن الجنوب من خلال دمشق، ويعني الثورة جبهات مترامية الأطراف لا يوجد بينها طرقات ولا قنوات من أجل الدعم القتالي في اللحظة المناسبة. وتجد أن يعني القتال يتم حتى بعض الأحيان بأسلحة يعني قد تكون تقليدية جدا على الجبهات، وإنما التكتيكات التي كانت تجري سابقا من خلال الألغام ومن خلال الأشياء التي كان يعتمد عليها عنصر المعركة القريبة من بندقية ورشاش وأسلحة أربجية وغيرها. يعني ما تم رميه من خلال أسلحة الرمي غير مباشر سورية والطيران الروسي الموجود داعما لنظام الأسد والآلة التدميرية الإيرانية والميليشيات التابعة هو شيء يعني إذا أردنا أن نقارنه مع حجم الجيش الحر الذي تحاربه كل الأطراف حتى يعني الأحزاب الكردية والنظام وإيران عندما كانوا في الشمال السوري كانت الجبهات متلاصقة مع بعضها البعض وكانت تنسق ولا يتم إطلاق طلقة من قبل قسد على النظام أو من قبل قسد على داعش. وصلت الفكرة. أبقى كل الشكر والتقدير للأستاذ دكتور زهير سالم وسيادة العميد ركن طيار عبد الهادي الساري وسيادة العقيد ركن دكتور عبد الله الأسعد. الشكر الموصول للسادة الزملاء في الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة سلامة المسادي والزميل مهند الكسوس. في رعاية الله نترككم وإلى لقاء يجمعني بكم يوم الاثنين في ملف ساخن جديد في مثل هذا الوقت. هذه أغلى أمنياتي. أنا مع الصور.
الثورة، سوريا مع الثورة.